لازم بنتعاطف طبعا مع الشاب المسكين ده اللي هو جه بس بيدرس او بيكتب مقال، الاثنين ما هماش عمل ارهابي يعني عشان يحصل له كل اللي حصل ده، وزي وزي اولاد كتير من اولادنا اللي بيترموا في الشوارع ومحدش بيحس بيه. أم خديجة قولي لي حضرتك ليه واقفة هنا النهاردة قدام السفارة الإيطالية؟ واقفة ليه؟ واقفة حزنا ووجع على الشاب اللي راح غدنا، زي سبحان الله يعني زي اللي عملوه بيعملوه في المصريين بغبائهم، ربنا فضحهم وخلاهم يعملوا عشان تبقى الصورة واضحة للعالم كله مش هنا بس. ما فيش أي تحقيق تم، فأنا جاية بس بنقدم اعتذارنا وبنواسي معارفه يعني. المفروض في بلد يعني محترمة ما يبقاش فيها اعتقال، ما يبقاش فيها تعذيب، ما يبقاش فيها قتل بدون أي سبب، يعني هو اتخطف وتعذب واتقتل ومحدش عارف ايه السبب ومحدش واجه الموضوع ده، ولا حد قال هو سبب عمل ايه في البلد ان هو يحصل فيه كده. استاذ احمد امين، عايز اعرف ليه حضرتك واقف قدام السفاره الايطاليه؟ ايه الرساله اللي حضرتك عايز توصلها للشعب الايطالي او للشعب المصري؟ انا جاي اشجع المنتج المصري وبقول ان احنا ما قصرناش، عندنا مصريين كتير، انتوا ليه بتحبوا المستورد؟ هتعملوا لنا مشاكل ليه؟ احنا قصرنا معاكم في حاجه؟ عندكم المصريين بمحمد الجندي برضو خبطته عربيه وعدت، يعني ماله محمد الجندي؟ في زي محمد الجندي كتير، من فضلكم شجعوا المنتج المحلي. الاستاذ المحامي مالك عدلي، عايز اعرف حضرتك ليه موجود النهارده هنا عند السفاره الايطاليه؟ احنا موجودين النهارده بنحاول يعني نقدم العزاء في جوليو الله يرحمه يعني، وبنعلن يعني اعتراضنا على اي فعل يمثل قتل خارج اطار القانون، وبنبرأ للمصريين ولكل البشر على هذا الكوكب من اي دم قد يسال خارج اطار القانون يعني، وبنعلن اعتراضنا على القتل، وبنقول انه ما زالت هذه البلد فيها ناس ضد القتل خارج اطار القانون، في ناس ضد الدم، في ناس عايزه الدم في البلد دي يوقف، في ناس عايزه الاجهزه الامنيه في البلد دي تعمل وظيفتها الجنائيه وتبطل تشتغل سياسه، ويعني يراعوا ربنا في المواطنين المصريين وفي الرعاه الاجانب الموجودين على ارض هذا الوطن، علشان فعلا كفايه خسائر وكفايه دم وكفايه موت وكفايه اهمال، ومحتاجين نعرف تحقيقات نتائج حقيقيه للتحقيقات بتقول هذا الشاب اختفى ازاي واتقتل ازاي وايه ملابسات مقتله، ومحتاجين الحكومه كمان بتاعتنا باعتبار ان احنا مواطنين مصريين، محتاجين الحكومه بتاعتنا تقدم تطمينات حقيقيه للمجتمع الدولي فيما يتعلق بانه الرعاه الاجانب على ارض هذا الوطن في امان، مش بالكلام بتاع الجرايد والتلفزيون المحسوب على الحكومه. الف شكر لحضرتك استاذ مالك عدلي، شكرا جزيلا.